بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله دائما وأبدا نستعين مشاهدينا متابعين الكرام في كل مكان. نسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بكل خير وبركة. نحييكم ونرحب بحضراتكم أجمل وأطيب تحية وترحيب من هنا من ميدان السوان وفي هذا المهرجان مهرجان سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يحفظه الله ويرعاه من كل سوء ومكروه الداعم لهذه الرياضة العربية الأصيلة وتسعيرة المسكة المملوكة لهجن الرئاسة وأحدى أساطير هجن الرئاسة. لننطلق مع حضراتكم لننطلق مع هذه الشعارات الباحثة عن الفوز وعن الانتصار. انطلق هذا الشوط لتنطلق هذه الأسماء شوطنا الثاني الذي خصص للقعدان الحقايق. مقدمة هذا الشوط أول الأسماء أول الباحثين عن الفوز عن الناموس وعن الانتصار أتابع علي من يحتل الصدارة. هنا سالم بن خلفاء بالشاوي الغفلي حاضرا مع أول المراكز وأول التحديات. المركز الثاني يحضر في هذه اللحظات مسيطر لياتي سعيد بن محمد بن بطي الغفلي بينما المركز الثالث الحضور مع المركز الثالث والوصول حضر في هذه اللحظات سيفين القادم صابر بن سعيد بن صابر الاكتبي يقدم لنا شعاره ويقدم لنا هذا الحضور. ايضا الوصول مع المركز الرابع ياتي في هذه اللحظات نجد سعيد بن جعفر بن مرخان الاكتبي وايضا اتابع تقدم وحضور مع المركز الخامس. هنا الحاكم علي بن خلفاء بن شاوي الغفلي القادم مع المركز الخامس. المركز السادس الحضور في هذه اللحظات يحضر جدلان ليتقدم سيف الراشد العلي هو الحاضر هو القادم بينما ايضا المركز السادس في هذه اللحظات اتابع القدوم يتقدم درع الخليج لياتي هزاع بن محمد بن سعيد الخاطري المقدم للانطلاق المقدم لهذا التحدي والحضور الممتاز يحضر في هذه اللحظات ويتقدم. مشاهدينا الكرام هنا وتابع مشقي خليفة بن نايع بن مصبح النعيم هو الحاضر من حضر في هذا الشوط العودة. الله يا بن مشقي اللقاء في هذه اللحظات أسماء حاضرة وشعارات قادمة في هذا الصباح. اجتمعنا القعدان الحقايق اجتمعوا الكبار الحاضرين العودة إلى مقدمة الشوط العودة إلى مقدمة الأسماء. هنا الشجاع الشجاع الحاضر على الصدارة اغدير بن سيف العبيد الاكتبي هو الحاضر وأيضا كذلك القدوم من يحضر بكل قوة ويقدم أيضا لنا شعاره. هنا نتابع نجد سعيد بن جعفر بن مرخان الاكتبي يا اسماء ويا شعارات ولكن هناك هنالك الحضور من حضر بكل قوة. الله يا علي يا بن خلفان يا بشاوي يا الغبلي الحاضر القادم بكل قوة وأيضا هنا القادم الحامل الرقم 24 جدلان سيف الراشد العليلي والحاضر الدكتور سالم بن كاسب الخليفة المسافري يا اسماء ويا شعارات الحضور المميز والممتاز من هملول مهير بن علي بن راشد بالقوم الاكتبي ولكن العودة إلى مقدمة الشوط إلى أول المراكز إلى أول التحديات. الله يا علي يا بن خلفان يا القبلي
المشخص 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 على الصدارة، المشخص على المقدمة في هذه اللحظات. مشخص مشخص انطلق بكل قوة الستمية متر الأخيرة الخطيرة، طاروا للقعدان، طاروا طاروا للقعدان، إلى الفوز، إلى الناموس، إلى التحدي. الله يا بشاوي يا بشاوي يا بشاوي، طار طار بشاوي مع مشخص المقدم لهذا الشعار، المقدم لهذا الأداء. ولكن القادم الحاضر في هذه اللحظات بكل قوة أرجنت، القادم وكذلك الحضور يحضر في هذه اللحظات، مياس أحمد بن أزي بن محمد المسافري. ولكن بشاوي سلام، بشاوي سلام، سلام على هذا الفوز والانتشار. يقدم لنا مشخص على الصدارة وعلى الانطلاق، تهانينا لمالك هذا الشعار علي بن خلفاء بشاوي الخفلي، من قدم شعار المركز الثاني. من حضر مشاهدينا الكرام وصل بالفعل مع المركز الثاني في هذه اللحظات، أرجنت عبد الله بن سيف بن مصبح الكيبالي، من قدم أيضا لنا شعار والمركز الثالث مياس أحمد بن أزي بن محمد المسافري، والمركز أيضا الرابع كان الحضور مشاهدينا الكرام من أملول مهير بن علي بن راشد بالقوم الكتبي، والمركز الخامس كان الحضور والوصول من الدكتور سالم بن كاسب بن خليفة المسافري الحاضر مع المركز الخامس. تهانينا والناموس لمالك هذا الشعار. إذن هنا شعار بشاوي علي بن خلفاء بشاوي الخفلي، من قدم أيضا لنا شعاره وقدم لنا هذا الأداء. التوقيت الأفضل في صباح هذا اليوم مع هذا الشعار، شعار بشاوي 5:54.6 من الثانية توقيت هذا الشعار ولحظات وصوله إن مركز ثاني. كان الوصول ايضا مشاهدينا الكرام من ارجنت لعبد الله بن سيف بن مصبح الكيبالي، من قدم لنا شعاره 5:55 أربعة أجزاء من الثانية بين المركز الثالث. كان الحضور مشاهدينا الكرام من مياس أحمد بن عزيز بن محمد المسافري، توقيت زمن 5:56.03 من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين في هذا الصباح.